حدود الله وانقموها غصبا على كل واحد صغير يحطوا له في مخه هذا ويدخلوا له في مخه ترى هو سلاح وهو داعش وهو شنو مانيش مقتنع به. تسلمني كلاش كلاشنكوف سلمها لي وسلمني مع اربع مخازن. راني تعبت من جنبي راهو ذنبو عمراني مانيش انا راني والله ماني داعشه يقسم برب العز. حاجات مش كويسه بقى زي اللي وقع في اطفال معي كان يديروا. احنا ما اكبرناهوش على انتحار هو اصلا ما راحش برغبتي لان هما مشيش برغبتي. او فو لي جويف الله nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'état islamique. وقعدنا اشهر فقط يعلمونا في الاسلحه وفي ذلك كلاش ار بي جي بيكا وداشكا 14.5. ويسمونها جبال الخلافة. ولا جميع شياطين الإنس. صح احنا مشينا في طريق غلط غلط وننصح كل انسان يعني يبتعد على الفكر هذا جملة. نقول لي سامحني واخر مرة ما عشان اعودها نقول ان شاء الله ربي يصبرني ويصبر وربي يجمعني بك. داعش التنظيم الأكثر دموية في العالم أصبحت سياسته تأسيس جيل يخلفه. أطفال انتزعوا من حضن الأسرة للزج بهم داخل مدارس تسمى جهرا أشبال الخلافة. أما سرا فهي مشروع نيران ملتهبة لا يمكن إخمادها. أطفال قتلت فيهم البراءة بعد أن خطوا خطوات نحو داعش وابتعدوا بأميال عن عالم الطفولة. سياسة داعش الإرهابية الجديدة هي استحداث جيل صغير متعطش لدماء الأبرياء. يبدأ أخذ الأطفال نحو مدارس تنظيم الدولة من سن الخامسة حتى لو كان الأمر عنوى ودون موافقة الأهل. الخطوات الأولى هي تعلم مناهج الدين والفقه والشريعة قد تكون لأيام فقط. يجبر التنظيم بعدها الأطفال على رؤية فيديوهات قاسية ودموية لعملية تطبيق أحكام الحد كقطع الرؤوس والأطراف، والغرض انتزاع الخوف من قلوبهم. لتأتي بعدها مرحلة حضورهم الشخصي لتلك العمليات تحت شعار ذاك شبل الخلافة من ذاك الإرهابي الداعشي، أي خير خلف لخير سلف حسبهم. التدريبات العنيفة ونمط الحياة غير الإنساني هو الجزء ما قبل الأخير من حياة الأشبال، حيث يخضع هؤلاء لتدريبات بدنية قاسية وأحيانا حقيقية تستعمل فيها الذخيرة الحية. وهنا تأتي المرحلة الأخيرة وهي إقحام الأشبال في معترك دموية داعش. الصنف الأول من الأشبال قد توكل له مهمة الجوسس على المحيط والأهل بحكم قتل الكفار المرتدين. أما الصنف الثاني توكل له مهمة تطبيق الحد ضد كل من تطاله يد الدولة الإسلامية، فقد يكون الحد رميا بالرصاص وقد يكون ذبحا بسكين لا تقوى على حمله يد طفل لم يبلغ العاشرة بعد. أما الصنف الثالث فهو الانتحاري
أطفال لا يفرقون بين لعبة البلاي ستيشن وبين مدرعة مفخخة تفتك بجسد وعقل لم ينمو بعد. في الظاهر قد نرى داعش ذلك الملاك الذي يقدم الحلوى لأطفال لم يبلغوا الحلم بعد، لكنه داخل دواليب حكم دولة البغدادي تختصب الطفولة والطفل سواء. بعد العيد في العيد الفطر داروا ملتقى في ساحة الصحابة، يعني هم داروا الملتقى هذا وتهم يوروا في صور ومش عارفني صور على أسفل العراق ونفس الوضع. والوقت هذا كان جيد مريك من بحد من مريك، يعني هم إيش يعني بعد إيش هم يدرزوني يمكن بعد يجيبوا في فواكه ويجيبوا في باستي يعني هم إيش بعد تم بعد يقولوا نديروا إيش البيعة. الحسيني القرشي على السمع والطاعة. بعد جابوا تم يعلقوا في الحيط يعني أوراق اللي بيخش فيها أشبال الخلافة، ما حد شرعي. باب الفضول مشيت من برا، يعني لقيت إيش قرآن وحديث وفقه في الدين هذا كله، يعني عنو مش أنا من برا مشيت تمام، يعني سجادة تم نمشي هو اللي شاد الموضوع هذا بيسجل في الأسماء وهي. وكل بعد يعني كل ساعة من ساعة لساعة يجيك مدرس واحد آخر يعني معلم على حاجة أخرى، هذه يوم يجوا وكان عدد الطلبة قولي 10. يظهر هذا الفيديو الحصري الذي تحصلنا عليه كيف كان عبد المهيمن يستغل ويتدرب تحت عدسة تليفون عناصر التنظيم. في البداية نحن جايين من دارنا، يعني أول ما فضلنا تعسفز إننا ماشيين على الوادي وفي وديان يمشوا مننا هوني. الوقت هذاك أنا رقدت، أنا في واحد كان ذاك داعشي من تنظيم الدولة هذاش نوضني وزقبني من السيارة. كان في كمين وقت ذاك، كمين من حفتر يزقبنا أنا بقول ندرع على الجبل نطيح له، وبقول نحك واجدين من التنظيم واجد بكر كانوا واجدين وكلهم يعني ينزلوا من السيارات يقولهم أنزلوا من السيارات. وبعدها مش سيارة يرقى من فوق على الجبل من فوق تم يقول نحن نرقى فوق. أنا لما فضلت للروح تم تجي نقول يا عمو يا عمو إيش وين قاعد، يعني رصاصة وني ياخذني مكان آم، خذاني فيه زي كهف صغير خذاني فيه لين وقفت إيش الرصاصة وني، وبعد خذاني ركبني فوق ركبني في سيارة أطلع وخش على الصحراء. بعد طلعنا على مخيلي منطقة المخيلي، طلعنا منطقة المخيلي داروا زي البوابة كي وتم يرجعوا في السيارات يشوفوا في سيارات علينا إيش الجيش اللي بالجيش اللي بيشدوا فيه يقتلوا ياخذوا السيارة، يشدوا يقتلوا ياخذوا السيارة. لا كان خايف لكن ما نقدرش فيه تكلم، ما نقدرش نتكلم كلهم خايفين. بعد مشينا في مكان كي عالي يسموه فيه هو زي الهضباك بس من فوق مفتوحة، يعني صحراء مفتوحة قعدوا فيها طفت البنزينة فوق خلاص كملت البنزينة. قعدنا في المكان هذاك 3 أيام 4 أيام، 3 أيام ما فيش لا يكال مية خلاص الوقت هذاك يعني بموتوا فيه. جن 3 سيارات من سرت تبع تنظيم. هو أنا مش أنا اللي تورطت يعني، بس هي أختي يعني جوزها كان تابع للتنظيم، فلما خرجنا من مصر كانت هي يعني سبب في خروجنا، وقالت ان المكان كويس اللي احنا هنروحه عيشه كويسه هتقدري تلبسي نقابك براحتك مش هتلاقي مطاردات زي مصر كده بس. فخرجت انا واطفالي ومعايا بنت اختي، لكن انا ما كنتش عارفه ان هو دوت يعني داعش اللي هم بيقول عليه، يعني انا كنت مفكره يعني عادي فئه بتلبس متدينه عادي وملتزمين عادي، لكن ما كنتش اعرف موضوع الحرب والكلام ده كله. يعني يعني مش معقولة واحدة هتجيب صغارها تدخلهم لموت.
عاصمة الظهر هذه ضواح سرت حطنا قعدنا وادي في قصر كبير قعدنا فيه من قرب عن 270 يعني فرق من تنظيم غصب عني والله يعني أنا ما فوجئت إن هو مشي معاهم خدونا في مكان زي ما يكون حبس كده بيت وحواليه سور جنينة ما فيش أصلا إن إحنا ما ينفعش نخرج ما ينفعش نخرج بلد أنا ما عرفش فيه أي شيء وأخدوا مني أولادي أخرج إزاي يعني أنا حتى تكلمت مع أختي وقلت لها يعني إيه اللي بيعملوه ليه كده يعني أخدوا مني عيالي ليه ودايما كنت أهاجمها في الكلام لكن هي كانت شديدة طبعها شديد أصدقاء دراسة جو معي لكن هذا كماتها الخمسة هم أربعة أنا الخامس ما موتوا كلهم في سرت ماتوا كلهم في سرت وواحد منهم كان بقصف طيران بدون طيار وواحد الآخر بهاون والآخر طيران الحربي إذا نزل عليه الحوش ضايع عليه الحوش والآخر هو يحارب هو يبيك هو عنده أخوه كبير أكبر منه مات في الحرب دي هو يعني زاد حقه دوني مش حارب مات فيه حتى يعني أول حاجة شفناها في ليبيا إني أخذوا مني عيالي سابوا لي البنت بس قعدوا في مكان تاني وقالوا الستات لوحدها والأطفال لوحدها يعني وبعدوا عني أولادي الصبيان بس وبعد كده فضلنا حوالي شهرين ونص طلعنا لقيت البلد فاضية ما فيهاش حد كل حاجة يعني المحلات مسكرة يعني زي ما يكون الحياة واقفة خرجت ما كملتش أسبوعين عرفت إن في حصار وإن في حرب شغالة أخدت ولادي اللي هم الولدين التوأم وبعد كده قالوا لي ابنك مات أخدوه ضموا ليهم يعني عمره 14 سنة لأن إحنا كنا في مكان فيه ستات فقالوا لا ما فيش عيال يعني كبيرة في السن دوت تقعد مع ستات هو يبي نقعد معاه بس ما تقعد معاه في الحوش أي حاجة نبيع صوم بستيشن أي حاجة تبيع نجيب لك لكن ما تحرقش ملابس فكر إن في يعني حاجات مش جيدة حاجات مش كويسة بك زي اللواط أنا ما نسمحش بك إنها خبر في اللواط لكن لما جيت هنا في أطفال معي كانوا يديروا أنا قعدت يومين معهم بعد جاء في شرطي جاء ضربهم انا سالتهم على ضربكم قالوا لي كان نفعل مع بعضنا في الوقت هم كلهم في الحمام كلهم يعني في المكان مع بعضهم في اي حاجه يدروا فيها واللي قال يعني وكان يدرس فيهم في القران واللي درى له قال يعني خبر ابوه وابوه مشى المحكمه بتاعت التنظيم مهزبة وضيقة شتموه لن تعودها وقلوا المدرس بتاعه وقلوا لعدي أنا من ساعة ما خرجنا من مصر يعني من أول ما دخلنا ليبيا ما أكلتش معها أكلة واحدة ما عملناش أكل وأكلنا ولا بات معايا ليلة أنا آخر مرة شفته يعني شفت حوالي مرتين من ساعة ما دخلنا ليبيا في الفترة دي في مسافة 3 شهور هي آخر مرة شفته قبل ما يقولوا إن هو مات بيوم هو جه البيت بس قال لي امي مستنيني بره انا قلت لهم هروح اشوف امي وقال له انت هتمشي مش هترجع تاني راح قال له لا والله هرجع راحوا جابوه بالعربيه وفضلوا مستنيينه بره لحد ما خدوه تاني يوم مات
انا عمري ما كنت افكر اني اجي عشان اموت عيالي. انا كان كل هدفي اني عيالي تربوا صح على الصلاة، وابوهم ميت من 2008. كان نفسي اربيهم، كان نفسي الاقي حد يساعدني. اختي دي كانت بتساعدني في مصر من خلال فلوس، يعني بتراعينا شوي. لما مشيت لقيت نفسي وحيدة ومش عارفة اوجه عيالي، مش عارفة اعلمهم. ما اقدر اقول لك خلاص، ما عشان تحرك من بني دينهم. نقول لي تسامحني، واخر مره ما عشان اعودها نقول لها ان شاء الله ربي يصبرني ويصبرك وربي يجمعني بيك. احنا ما اكبرناهوش على انتحار، هو اصلا ما راحش برغبتي، ان هما مشيش برغبتي، كان غصب. والله قعدنا هنا كله كان غصب. احنا ما دخلناش للدمار، ما رحناش لكده خالص. مين يروح يدمر نفسه ويموت عياله؟ مين؟ انا كنت عاوزه اقعد في مكان اضم عيالي يتعلموا القران يبقوا كويسين، عمر ما اجيبهم للموت برجليهم. ما نروحش للموت برجلينا والله. قبل سرت يعني قبل ما نجي هنا لسنة وشهور، وجتني زيارة هنا شهر واحد، يعني توا لي 8 شهور ما جبتش. واخوتي لي سنة وفوق، يعني من سكر سنتين ما شفتهمش. في دارنا كاين نلعب عادي وأي حاجة يعني نبيها نديرها. بسرت له في دارنا كاين عندي دراجة نلعب بيها مع الأطفال، نلعب بالكورة في المدرسة، نمشي نقرأ في المدرسة. أي حاجة نبيها من المحل تجيني نمشي نشريها عادي، نمشي نشري دبش بروحي، نمشي نخدم في الخضرة، نمشي نخدم في المحل عادي. بسرت ما لقيتش الخبازة، أنا ديما مع أصحابي في سارة مانكر. إحنا كنا بنجري عشان ندخل بيت تاني غير البيت اللي فيه، عشان الدبابة كانت قربت على البيت. وإحنا بنجري الدبابة ضربت وأنا اتصبت، وفضلت تحت الردمة أكتر من أذان الظهر لحد المغرب، وهي بتنادي عليا تقول لي يا أمي يلا خلصيني طلعيني، هي وابن أختي الصغير. هي أنا اللي كنت تحت ما شفتهاش، هي كان الحديد متطبق عليها ولزقها في الحيطة داخل فيها. كانت كل ما تشوف ايدي طلعت بطلع اطلع الطوب من عليا، كانت تقول لي خلصتي يا امي عشان طلعيني يا امي. لحد ما قالت يا رب يا رب اقتل يا رب على طول. ولقيتها بتقول لي امي مش قادره اتنفس. قلت لها يا مريم قولي الشهاده يا مريم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله. بعد كده ماتت ما سمعتهاش. خير ظهرك، خير ظهرك، خير. باي تونا على الفور مستشفى. خير ظهرك، خير ظهرك. شو من ضربك فيه؟ شو ضربك؟ الله أكبر. شو ضربك فيه ظهرك؟ قضية. هاي تونا حوله، هاي تونا حوله باي. في ليبيا معسكرات تدريب الأشبال كانت موزعة بين درنة وسرت، والغريب أن تجد آباء لا يزجون بل يضحون بأبنائهم تحت غطاء ابني قد يدخلني الجنة. أنا كنت صغير في السن، أبويا جاي يشتغل هنا في ليبيا،
جاي يشتغل، من بعدين ردنا لتونس، شالني أنا وأمي وأخوتي، جابنا المدينة صبراتة. مرات يجينا أبو زكريا يشيلنا الحوش هكا زيارة، ثمد جوستة اسمها ماريا، ما هي من فرنسا جوستة، يجونا في الحوش اللي يترددوا علينا، يترد علينا أبو زكريا تونسي، ويترد علينا أمير التونسي، ويترد علينا أيمن التونسي، وعبد الرحمن التونسي، وشفشوف التونسي، يجونا عندهم بيم يجوا يتردوا علينا غادي في الحوش. أنا جاي نتبع فيه هو، أخي هو شنو تبعي هو شنو اللي صار لي أنا؟ يعني حتى متعيلة كاملة في جرج، وأنا ديما نقول حتى ولدي، نقول له يا ولدي ما تحملنيش أنا المسؤولية، حمل المسؤولية اللي كان السبب بوك مانيش أنا. بويا يطلع يمشي مقر نتاع تنظيم الدولة غادي في سرت، كاين أنصار وقبل يمشي له، يمشي غادي ويجي مرات يركبني يشيلني معه غادي مقر الأنصار، لقيت تنظيم الدولة غادي نشاهد رايات الدولة متاعهم متاع تنظيم الدولة، ونلاقي سيارات متاع السجن هذا يمسكوا فهم في الناس الواحد، ونلاقيهم بسلاحهم موقفين واستيقافات في الطريق، ويمنعوا فد الدخان والأغاني يمنعوا فيها، يقولوا حرام حرام. أنا أبوي حطني نقرأ مع الصغار في القرآن، قعدت نقرأ شبه الخلافة، منارة مدرسة هي أصلا، مدرسة تحفيظ القرآن، هذه المنارة كنت أقرأ فيها، اللي كان يقرأ فيها لجنف محمد لجنف وحود العقوري، أضم المدرسين لجنف ديما مسكر عيونه مسكر وغطي وجهه. أشبه الخلافة ضايا زي واحد من اللي صغير فهمت، يعلموه بشوي 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 يغيروا له دماغه باش يقعد زي الداعش الكبير فهمت، قصدي مثلا يجي واحد مسلم يكفره خلاص بشوية بشوي بشوي علمكك بشوي بشوي علمك يغير لك دماغك يغسل لك دماغك من تكون انسان طبيعي يحمل لك الفكر متاعهم. أنا حتى في فيديوهات دي تنظيم الدولة تشوفها كتفتحي تشوفها بشوي قرآن يبدلها بشوي 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 للي وريه السلاح يبدي يتعلم السلاح. تنظيم الدولة هكا بالضبط، حتى فيديوهات العراق والشام وسوريا تلقى واحد يشتغل حكومة فهمتي، يجي يقول له لا هذا مرتد هذا عدد والله، يكفر اي واحد يشتغل جيش شرطة لا يقول هذا كافر مرتد. حاربت لكن ما وصلتش، والله حاربت وصلت أنا وزوجي نتعارك، عبارة مش الرجل مع امرأة في بيت على رجل سيف. أنا نقول له يا سيف ما عندي معمتك، خطر أنا مظلمتوش وأنا دفعت عليه وأنا مانيش مختفرة بيه باش يمشي يطلع تصير له الشيء هذاك، أنا بالعكس حزين عليه، أنا ذليت عليه، أنا مرضت عليه، تعبت عليه. أنا كنت مع أبويا، أبويا كان عنده صاحبة اسمها كنيتها أبو سلام العسكري، هو عسكري أو قائد عسكري اسمه عبد الرحمن الطرشاني،
كان في يوم رفعني ابويا فهمت ولد ابو سلام اسمه اسلام تونسي رفعونا مشينا قصدي ليبي مش تونسي رفعونا طول مشينا مكان معسكر على البحر كل واحد منا عنده اعطانا بندقه اني 4 طلقات واسلام 4 طلقات اسلام وقت اتذكر عمره 7 ابو سلام ورانا كيف نركبوا المخزن كيف نركبوا الذخيره كيف نسحبوا السلاح كيف نامنوه خلاص هذه ورها لنا قعدنا يوم طولنا لكن في اليوم هذاك خلاص بعدين حطنا صبة ولده الاول قعد صبة ورا ولده افتح ولده تامينة قعد يرمي طلقة على البحر رمى الثانية رمى الثالثة رمى الرابعة خلاص سكر جابني قعدت يقعد قدام مسلم فتحت هذني تامينة قعدت نرمي طلقة 2 3 4 قعدت نرمي 4 طلقات رميتهم على البحر من ثم بوي حتى هو زاد وقت تذكر يرماه يعرف هو السلاح بوي يعرف السلاح حتى وسلام عسكر يعرف السلاح أصل هو ما يدوش معايا السلاح خطر أنا ما نعرف شنو السلاح فهمت شنو وهو كي يحكي لي مانيش فرحانة بيه مانيش مقتنعة بيه الحكاية ولدي يعني جي صغير يحطوا له في مخه هذا ويدخلوا له في مخه ترى هو سلاح وهو داعش وهو نعرف شنو مانيش مقتنعة بيه مانيش فرحانة بالسيف لارتكابه جريمة السحر أنا حاضر إعدام أنا مشيت في مدينة سرت فلما قامت الدولة خلاص قامت الدولة أنا مشيت رفعني أبويا ملبسني لبسة عسكرية لبس لدي من هنا زي جلباب لبسه لي وحاط لي على كتفي بندقة وملبسني طاقية سودة وسروال عسكري مشينا الإعدام الساحر يقطعوا له راسه جاء واحد بدأ يدوي بالميكروفون يدوي فهمت قال اليوم في حد قطع رأس الساحر احنا مصابين جت زوز سيارات تنظيم الدولة معروفة بالشرطة الإسلامية جت مولع الضي الأحمر والأزرق والصوت متاعها جت وقفت سيارة هكا وسيارة هكا نزلوا زوز نزلوها نزلوا زوز حطوا موتينهم الطاولة اللي حطوا عليها الراس بيضربوا الراس وحطوا لها راسها فهمت قعدوا يتنفس بالقوة بتاعت الراس هذا بيقصوا لها راسها حاطينا يرعش راجل اثنين هم جاء الاول يضربوا له راسه بالسيف انقطع الناس كلهم قاعدوا يكبروا ويعيطوا لما شفته قعدت في النوم بحت النام نعيط النوض حاولوا له راسه قاعد يجري دم وجابوا الثاني خايف الثاني حتى حولوا له راسه الناس يكبروا كلهم وابويا نزل يسجد لوطة يفرحان يسجد ويكبروا الناس فرحانين الوقت هذاك صبت مطر لما صبت مطر تنظيم الدولة يدو قالوا هذا ربي تقبل منا قالوا ربي تقبل منا هذه حدود الله وانقموها غصبا على كل واحد حتى لو اجتمعت الأمم كل علينا انطبقوها حدود الله يهز أبوها ما منعرفش اللي هو عدل الحد ما نفهم شيء يعني مانيش عارف شنو أكيد هزوه فما الصورة وشفتها بالصورة أما هو يجيش يدوي يقولوا ما تدويش قدامه ما تحكيش قدامه ديما أمك ما تعود لها شكليه كما تعرف يقول هنا رجل حديث البرة أما أكيد يعدي مع أبوه ويمشي ويشوف في حاجات ويصغر في حاجات عندما ماشي مع أبويا راك معه في صيحة ماشينا المحل اسمه الهيرة في الزعفران خلاص مشينا للهيرة قبل ما يمشوا لقينا واحد جاء من تنظيم الدولة قال رو في واحد مصابينا هذا أبويا كان بينزل المحل لا ما نزلش المحل ركبه عدى طول
عد طول وقف ارجع على جزيرة الزعفران بسيارته ولا اربع فليتشات اربع ضي الاحمر هذا، وقعد قال لي ينزل، نزلت قعدت نشوف فيه، لكن ابوي قدم قاعد يشوف فيه قاعد يسب فيه يقول نعمة الله عليك وكذا. هذاك قبل حي يصلبوه فوق، يصلبوه يقعد شوية من بعدين يجي واحد يضرب برصاصة في راسه، يقعد ثلاثة أيام يصلب فوق. أنا كي ما نوافقش يقول لي حطيه كل مرة، قالها لك شرف سيف، قالها حطيه كل مرة لبسيه فستان قفطان وحطيه معك في بيت النوم، ولا حطيه في الكوجين يغسل لك المعون. والله يا ربي أنت تشهد يا رب. قول لي بابا مش نمسامح أبي ما نسامحوش، قولوا أنا ما عملتك حد شيء. قول لي أنت بالعكس تنصحني، قولوا ما تخرجش يا سيد. تقول اليوم معادش تعدي مع أبوك، لكن بويا لا يسكر على سيد يرفعني، يقول لي تعلم تعلم، يقول لي عندما تكبر، فهمتي؟ يقول لي تكبر تقعد تقتل حتى أنت الرأس وتصلب وتقتل. فاحفروا قبوركم وجهزوا أكفانكم وانتظروا مصيرا كمصير هؤلاء. جاني طمطم تسلمني كلاش كلاشنكوف، سلمها لي وسلمني مع أربع مخازن والجعبة. خلاص حطيت الجعبة هنا مخازن ومسكتك سلاحي هنا، مشيت طول طلعت برا، طلعت عشر يعني محور حي الدولار أول مرة نمشي له. مشيت وقفت في الشارع، أول مرة مشيت وقفت مصبي ما صار لي شيء، رديت من جديد صبيت، يعني صبيت كنت مصبي طحت طول، طلقة قناص ركبوني ننزف، رجلي زي مقطوعة ومش مقطوعة ماسكة في اللحم، بس قاعد دايخ نوضت لقيت ابويا جنبي يبكي هيته، قلت له ايش في، جيت من صبي دايخ داخل وقت ذاك حطوا لي مخدر قوي، قال لي دي رجلك مقطوعة، حتى اني قعدت نبكي حتى امتلم حياتهم ولادي حياتهم قاسية، شنو ذنبه ولدي يعني سقط، انا اصلا متمنى من ربي كان جيت انا مقصوصة ساقي ولدي لا اني مش 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 تنظيم اني اللي حاسس انها ضحابية، بوي اني ضحابية. يحيى فتى سوداني حرم من والدته لأن والده قرر أن يكون البديل، كلاشينكوف يؤنسه وجبهة تدرسه قاعدة أقتل قبل أن تقتل. وما هذه الصور إلا خير دليل عن فخر أب بابن قد يقف أمامه يوم العرض محاسبا. أولا نحن كنا في منطقة في السودان تسمى الدمازين، وأتى إلينا خالي بإصدار لأول فيديو خرج إلى الشام، فرآه أبي فأتينا إلى ليبيا. في إنسان حدثني بطريق التلفاز، فجاب له فلاش ركبها، حدث لي سيرة الأنبياء القديم. أنت لما يرى هذا يوقف يجيب سيرة أبو بكر البغدادي. أخذنا أنا ومعي واحد سوداني أعرفه من الخرطوم، معنا سبع سودانيين أخرى. ثلاث أيام فقط شحت معه، قال لي أخرجوا وين؟ الهجرة فوق أي مسلم واجب، فوق أي مسلم هجرة واجب ليس سنة. زمن الرسول من مكة للحبشة هاجروا. أتينا من السيارة الصحراء، ثم أتينا إلى أجدابيا، فمن أجدابيا قعدنا في مثل السجن كبير أخذونا. كان ذلك الوقت أبي لم يذهب إلى التدريب، ولم كنا قاعدون جداد لا نعرف شيء، فقعدنا أشهر فيعلمونا في الأسلحة وفي ذلك. بعد ذلك أبي
ذهب وتركني في النوفلية، هم الذين فرقوا بيني وبين أبي. كانت مسألة صعبة، ولكن بعد ذلك كان معي صغار. في النوفلية لن نتدرس لا شيء، كنا نقعد ونرى الكبار يتدربون فقط. كلاش أربيجي بيكا ودوشكا 14:30. يماشي ماشي سوف يذهب للمزرعة يحدثنا، معلش يا إخوة، قال أمس نرفعكم، ما تبيتوا في السجن، ولكن أنا كنت بعيد. لنا قلنا أنت من؟ قال هو من الإخوة. كلمة الإخوة دولة، تنظيم الدولة. عرفنا وسوف وصل للمزرعة، لقينا وجدنا في شخص موجود هناك يلم مهاجرين مصري سنغالي تونسي يلم هناك. بعدها ذهبنا، بعدها كنت أقرأ في المنارة قرآن فقط. بعد ذلك بالقراءة افتحوا أشبال ويسمونها أشبال الخلافة، المدرسة الأشبال الخلافة. أول أنا وديتها مدرسة منارة، لا قبل قرآن فقط يقرأ القرآن، ووصلت مهل القرآن يقرأ القرآن، من القرآن حولهن الناس بقروا القرآن حولوا لأشبال الكلافة. كنا نتعلم القرآن في الأول، وبعد ذلك كل مرة يعطونا فيه شيء جديد أحاديث. بعد فترة أعطونا تدريب على السلاح ووقفوا، بعد ذلك قال لا أسلحة. جابوا اثنين كلاش يدرب، يحاول يتعلم. أنا نقول لا نقول تدرب نفسك أو تدرب الآخرين، نقول لا، هو نفسياته دخل فيها يتعلم. يقولون عندما تكبروا ستكونون أحسن منا وستكونون أشجع منا. والله لا مشروع، أنا كنت آسف. يبقى لي ابن خالتي قريبي في الأصل، ودخالتي ولكنه توفى. البقية في منهم من يسمى معاذ مصري، هذا توفى حتى هو في الحرب، هذا كان يقاتل. حتى واحد يسمى محمد، هذا حتى هو توفى في قصف طيران. تبين هذه الوثيقة الحصرية التي تحصلنا عليها كيف كان داعش يستغل الأطفال داخل ليبيا. مركز ديوان هجرة الدولة الإسلامية يذكر في تقريره أن أبو الوليد المصري وعمره 13 سنة قد تم تسجيله كانتحاري، وما هذه الوثيقة إلا عينة من بحر دم أغرقت داخله الطفولة. في يخاف يرمي السلاح، حتى نحن في آخر أيام رمينا السلاح، لا نستطيع أن ترفعه، لا أكل لا شرب، لا أحد يستطيع أن يرفع شيء. كنا في هم أبي كان في المستشفى، في مستشفتهم، ونحن كنا في بيت لوحدنا. بعد ذلك عبد الله أخيه مات، فبقينا أنا وعمار وعبد الله 3 أقرباء. فذهبنا إلى بيت، وأبي أتى في الليل قاعد ينادي يا حي يا عبد الله. في النهاية قلنا نعم، فلقيناها في الصبح. فبقينا أنا وأبي وعبد الله وعمار في آخر أيام. عندما قرب أن نطلع، في النهاية أبي عمار كان معي على اليسار، والدبابة ضربته ومات. بقينا أنا وعبد الله وأبي، طلعنا. كنت أشعر أني فرحان، نذهب مع الأطفال نلعب، نذهب إلى الحدائق. أمي كان هي تريدني أن أرجع للسودان، أرجع إليها، ولكن لم يذكر شيء. أحيانا عندما أشتاق إليها
أمشي إلى خالي نذهب إلى النت أكلمها. كنت أسلم إليها تقول لي أمتى تأتي أمتى تأتي، نقول لها قريب، أقول لها يعني بالفراج قريب إن شاء الله سنأتي. ندمت كثيرا لأني فارقت أمي. ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجر يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك. خلف هذه الأسوار ضاع المستقبل والنسب سواء. أطفال داعش مجهولي الهوية، أب منتحر وأم رمت بفلذة كبدها بين أحضان مجرمي دولة لا تمت للإسلام بصلة، والنتيجة أعين صغار تسأل حائرة: لماذا أنا هنا؟ من أكون؟ أي عالم هذا الذي أتواجد فيه بدون لقب أو رقعة جغرافية؟ مخلفات الحرب على جسدهم الصغير واضحة، قد تعبر عن قلب يدمي وغد لزمان لن يرحم. هم فعلا الطفولة التي سئلت بأي ذنب قتلت. فتح ملف أشبال الخلافة يعني الحديث عن جهاد النكاح وتسفير العائلات نحو ما يسمى بالدولة الإسلامية. حسب آخر الإحصائيات العالمية، فإن ما يفوق 31,000 امرأة حامل داخل الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها التنظيم، أي نفس العدد مشروع أشبال ستخلف دموية الكبار. في ظل غياب إحصائيات حول العدد الحقيقي للأطفال المنتسبين داخل التنظيم: نقتل ونأسر كل يوم من جنودكم ومن ضباتكم ونقتلهم بإذن الله عز وجل. والنتيجة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة داخل أي دولة. مصير مجهول لهؤلاء، فالمنتسب منتحر والمسجون ضحية تبكي ظاهريا لكنها باطنيا قد تكون بركانا نائما لظاهرة جديدة استيقظ العالم عليها. أشبال خلافة لخليفة نصب نفسه وليا على المؤمنين.